يا مساء الفل عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم المفضل نقنع. النهارده هنعمل مع بعض حاجه هندي كده برضو اسمها الباف باجي، وبعد كده هنعمل مع بعض موهيتو العنب. موهيتو العنب او موهيتو العنب زي ما انتم عايزين. ايه المكونات اللي عندي؟ عندي بطاطس وجزر وبسله وقرنبيط مسلوقين كلهم، عندي زبده، بذور الكمون، كزبره، كركم، شطه، فلفل حامي وتوم وجنزبيل، وعندي هنا طماطم وبصل احمر، وعندي للتقديم عيش وليمون وبصل احمر ني. على طول كده في الطاسه بتاعتنا هنزل بالزبده، هنزل عليها بشويه من الزيت، وهنزل الكمون، ثوم، فلفل، توابل، وهنزل كمان بالبصل والطماطم. هقلب الكلام ده كويس، هديله فرصة يتحمر شوية. هجيب بولة، هنزل بالخضار، بطاطس، جزر، النبيط والبسلة. زي ما قلت لكم بقى انا سالق كل حاجة، وممكن نسلق كل دول في حلة واحدة وفي الاخر نصفي المية ونهرسه. وهبتدي اهرس الخضار بتاعي. اهرسه كويس. حلو قوي. وهاخد الخضار بتاعنا ده وهنزل بيه على الميكس في الوك على طول. ونقلب الكلام ده كله في بعض. نقلب كويس ونديله فرصة يسخن تاني شوية من المية. اهو نجيب طبق التقديم نغرف باف باجي بتاعنا ده بقى زي ما قلت لكم بياخد عصرة ليمون ويتغمس كده بالعيش. حلو قوي. هاخد البصل بتاعنا هاخد العيش وهنا عندي الليمون. نبقى عملنا مع بعض الباف باجي اهو زي ما بيتقدم، تعصر عليه الليمون، تاخد العيش تحط فيه البصل فوقيه الخليط اللي احنا عملناه. طيب خلونا نطلع اخطف فاصل كده في السريع، اروق الدنيا حواليا ونرجع نعمل مع بعض المشروب. متروحوش في حته. رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. قبل ما نطلع فاصل عملنا الباف باجي زي ما شفتوا، قدمناه بالعيش والبصل الأحمر وشرايح الليمون. هنعمل إيه دلوقتي؟ هنعمل مع بعض
موخيتو او موهيتو العنب. عندي ايه المكونات؟ عندي هنا شويه من مكعبات التلج، عندي عنب اخضر، عندي نعناع سيرب وفريش، عندي سكر، واخيرا عندي صودا. انا مثلا مش هستعمل السكر لكن موجود لو انتوا حابينه. انا عن نفسي ما بستعملش السكر في المنخ. طيب هنعمل ايه؟ هناخد اول السيرب ده، ناخد شويه منه تحت كده، عظيم جدا. هنزل بعد كده بالنعناع الورق والعنب. ننزل بنص كمية العنب كده، ظهر معلقة خشبة أو أي حاجة متعقمة عندنا في المطبخ، وندوس كده. أنا عايز أطلع المية من العنب والزيوت من النعناع. بعد كده هنزل بالتلج. من هنا هننزل بالصودا على طول، واخيرا معلقه من السيرب على الوش. نبقى كده عملنا مع بعض موهيتو او موخيتو العنب، وعملناه مع الباف باجي. ونبقى كده وصلنا لاخر حلقتنا النهارده. اشوفكم الحلقه الجايه. ما تنسوش تحبوا بعض. سلام عليكم.